السلام عليكم. كم سلام اختي، اعطيني الدواء وبلادي قبل الماكله ومورا الماكله، هذاك الشغل ديالي. اعطيني الدواء وما عندك علاقه بالماكله، زعما انت هنا كتشرف عليا، واصلا الماكله قليله هاد اليومين اجمه، خصهم يخرجوا شي دواء ما عنده علاقه بالماكله. سربيني يا الاخت. اسمح لي اخي، واقيلا غلطتي في العنوان. واش انا اختي ماجين عندك للدار من عنوان الاخت؟ حنا ماشي فارماسيا. شنو نتوما الدروغري؟ اختي عطيني الدواء ولا ندخل نجيبو بيدي. عب شويه عليك اخي، انا قلت لك حنا ماشي فارماسيا، حنا ما عندناش الدواء. اختي واش هتحمقني؟ شنو مكتوب على برا؟ شنو جاي لك انا ما قاريش؟ هذاك اللي برا هذيك بيكا باغا فارماسي، يعني ماشي فارماسيا. شنو جاب؟ يعني حنا ماشي فارماسيا، حنا ما كنبيعوش الدواء. اختي واش هتحمقني؟ عيط لي على شي واحد خايل نتفاهم معاه يكون كبيبر. خليك ماشي فارماسي. هو هذا بصح انا كنقولوا حنا ماشي فارماسيا، هو لا صح كيقول لي لا فارماسيا، كنقولوا ما عندناش الدواء. خليك هنايا. السلام عليكم. غادي خصك تجري عليها تخرج لك على فارماسيا، خصك تجري عليها اليوم قبل غدا. نتوما الفالطه ديالكم، نتوما كتجيبوا تخدموا اي واحد. قال لك هذه ماشي فارماسيا. شحال بالخاطر اويلي معايا؟ معاك. شنو بغيتي؟ شني الدواء داخل الفارماسيا؟ شنو غيكون خصني الشاورما؟ هذه الورقه ديالك. حنا ما كنبيعوش الدواء، حنا ماشي فارماسيا. عيط لي شي واحد نهضر معاه. انا ما عجبتكش، انا مول المحل. فاتحين فارماسيا وما كتبيعوش الدواء، كتكذبوا على عباد الله. اولدي حنا ماشي فارماسيا، حنا المواد المكمله للصحه والتجميل، وهادشي هذا خص بالنساء. هادي اول حاجه، حنا عندنا مركز التجميل خاص بالنساء. عاود انت ما عندك علاقه بهادشي هذا، فهمتيني ولا والو؟ انا ما كنعرف لا نساء لا رجال، ما تقول لي لا عنده علاقه بالنساء. انا دخلت الفارماسيا خصني الدواء، ما تقول لي والو. غتعطيني الدواء ولا عما يتشروينا هنا انت هنا تحتاج الدواء؟ اجي واحد دقيقه نفهمك اولدي. اجي اجي الحمد لله. هادي ماشي فارماسيا اللي كتعرف انتينا. هادي بارا فارماسيا. بارا كي؟ اجي قول لي تينا، شني شمن حرق فيك؟ شنو كي حرقك؟ واش غنقول لك، انا كيجيني شي حريق مرة بحق. هاد المرة بدا كيجيني كل مرة، وكل مرة ماشي بحال المرة اللي فاتت. وملي مشيت عند الطبيب اول مرة قال لي تعطلتي هاد المرة، وعطاني شي دي الدواء قال لي مشي حتى المرة اخرى. ملي رجعت لعندو هاد المرة اللي فاتت قال لي تعطلتي هاد المرة، قال لي كنتي جيتي تعطلتي شي مرة كانت عتكون اخر مرة. هادشي اللي ايوا وجيت لعندكم هاد المرة. هادي اخر مرة تجينا عندنا، حنا ما كنبيعوش الدواء وماشي فارماسيا، ولكن هاد المرة الله يسامح، ولكن المرة اخرى ها الله يا اخي وسامح الشريف وصافي. دابا انا بانت لي فارماسيا مكتوبه فوق الباب، هو كيقول لك الحاجه اللي تقراها ما تثقش فيها. شوف كاينه واحد فارماسيا هنايا تقدر تجبر الدواء اللي خصك، ولو ان الدواء ديالك انت صعيب. فهمتي؟ اجي دابا قلتوا لي عندكم التجميل وكذا، الا شرط المعدن ديالي تهلاو فيها. معلوم حنا عندنا اخر ما كاين في التجميل هنايا، فهمتيني؟ وعندنا التقيم ولا احترف. شنو تقيم ولا احترف هنايا؟ وعندنا الالات الحديثه، غير جيب المراه ديالك مع اليوم العالمي للمراه، جيبها نتهلاو فيها.
اولا في المره ديالك انا ما بجوزش يا عمي اخي، انا غير تما كنسقسي وصافي نديو معلومات دنيا والجمع. ودي الورقه ديالك ها هي ومشي مع الدوره، مشي جيب الدواء ديالك فهمتيني. حنا ماشي فارماسيا ما كنبيعوش الدواء. عاود تقول لي حنا ماشي فارماسيا، عيط لي شي واحد نهضر معاه. كنقول لك هنايا ماشي فارماسيا ما كنبيعوش شي واحد نهضر معاه. كنقول لك كنهضر معاك انا. عيط لي شي واحد نهضر معاه. واش كتسمع الهضره ولا؟ عيط لي شي واحد نهضر معاه. اجي نهضر معاك. اجي نهضر معاك.